أن بحث هذا البحث، وأرسل الخليفة العباسي نحو 100 من الباحثين والرحالة في الأرض يبحثون عن هذا المكان، وعادوا إليه بذلك المكتشفات، فهو معروف وأشار إليه الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. إذن هذا ليس وهما وهذا ليس خيالا. الخيال تم في القصص الشعبية التي تسمى بالروايات، حدث فيه خيال على أن هؤلاء آذانهم كبيرة يلتحف بأذن منها ويتغطى بالأذن الثانية وأشياء من هذه الخرافات. هناك فرق بين الواقع والحقيقة، والفرق ما بين هذا الكلام الذي لا دليل عليه. هم بني آدمين وموجودين وموجودين إلى الآن في صورة هذه القبائل شديدة الفقر، وقد يكون هذا سبب لخروجهم بهذه الكميات الكبيرة لغزو العالم. هذا محور ينبغي أن نهتم به. محور آخر نراه أن لكل أمة شريعة خاصة بها توافق الزمان التي جاءت فيه، توافق المكان الذي أرسل فيه ذلك الرسول، توافق الأحوال من أجل تحقيق المقاصد الشرعية الخمسة: حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ كرامة الإنسان، حفظ عرض الإنسان وماله. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. إذن كل مكان، كل زمان، كل أقوام، أشخاص، وفي كل حال لها شريعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نرى هذا المحور في أهميته والإيمان بكل ما أرسله الله سبحانه وتعالى مع اختلاف الشرائع. في شريعة المسلمين يحرم على الرجل أن يتزوج عمته، ولكن ليس كان كذلك في شريعة إبراهيم. كان يجوز للرجل أن يتزوج عمته. إذن فهي أحكام ربانية إلهية لا نستطيع أن نتصرف فيها. نرى محورا آخر وهو المعنى الواسع للجهاد في آخر سورة الحج في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. معنى واسع للجهاد، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، أخرجه البيهقي في الزهد. إلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.